إذا فعلنا مراجعة سريعة للسيركتس للأشياء الأساسية اللي بنحتاجها في هاي المادة. خلينا نستعمل الأسود. طيب نرجع نراجع على السريع الأفكار الأساسية في الليسي. لو عندي سيركت زي هيك، عندي هذا فولتج سورس as a function of time. لو جينا اطلعنا هاي هذا اللي بحكي عن الفولتج سورس، واضح طبعا انه هذا ساينوسويدال سيجنال فانكشن اوف تايم، بتغير كله في ماكس اللي هي الماكسيمم امبليتود تبعت هذا السيجنال. اذا هذا السيجنال من هون هذا الدي ماكس وراح يكون هذا الطول، فهذا الارتفاع للنقطه هاي هو دي ماكس اللي هو المعامل هو المالتي بلاير المطلوب في ساين اوميجا. الفريكونسي تبعت هذا السيجنال بعرفها اوميجا، اوميجا وحدتها هي بتذكر راديانز بير سكند، راديانز بير سكند. اذا الفريكونسي تبعت هذا السيجنال بدال ما احط هون اوميجا ما بحط اف، اذا بدي احط اف ايش لازم احط؟ اذا بدي احط هون الفريكونسي بدال راديانز بير سكند ايش لازم احط؟ 2 باي. احسن اذا 2 باي، اذا هاي ممكن احطها كمان بالشكل التالي وهو ساين 2 باي F. وإف هون شو بكون وحدتها؟ هرتز. هرتز. إذا يا بحط إف بالهرتز يا بحط أوميجا راديانز بير سكند، لا إذا حطيت إف لازم أحط 2 باي إف. تي اللي هي؟ الزمن. إذا عندي هون أوميجا بتساوي 2 باي إف، أوميجا وحدتها راديانز بير سكند، إف وحدتها هرتز أو سايكلز بير سكند. هذا هون بيحدد لي هذا بالنسبة للويف فورم هذه اللي موجودة هون. طبعا هذه هون ساينوسويدال سيجنال، هذا البيك تبعها في ماكس، لكن هذا مش الار ام اس تبعها. العلاقة بين البي الار ام اس يساوي البي ار ام اس يساوي بي ماكس على جدة. ليش بهمنا احنا نستعمل بنحب نستعمل الار ام اس؟ ليش ما بقدر استعمل البي ماكس؟ ايش ميزة الار ام اس؟ للاي سي هو ار ام اس، بس ليش بستعمل ار ام اس؟ ليش ما بضل احكي انه هذا الفولتج البيك تبعه هو هذا؟ ليش دائما بحكي انه في ار ام اس؟ يعني دكتور زي الافرج للفولت هذاك، زي كانه افرج للفولت. صحيح جيد ممتاز، هاي تفكير كويس، كانه هو الافرج. يعني هو انا بقول هذا هون ارتفاعه هالقد هون، بس هو ارتفاعه اقل هون، فمش من العدل اني اسميه بهاي القيمه وهو عمال بيقضي وقته اقل او اكثر. هذا شيء قريب جيد كمان، بس انا مشكلتي لو اخذت الافرج لهي السنه اللي هي اي سي شو راح يطلع الافرج معي؟ زيرو. سبب ثاني؟ لانه بحكي عشان دي سي شيفت، دي سي شيفت لما يكون في الاي سي بصفر الدي سي شيفت. صحيح هون ما عندي هون شيفت، ما فيش عندي شيفت. كمان في سبب ثاني ليش بحب استخدم الار ام اس؟ لاني اذا ربعته وضرب اذا ضربته في الكرنت او ربعته وقسمته على الريزستنس شو بعطيني؟ ايش مربع الفولتج مقسوم على ار؟ باور. الباور. الار ان اس بعطيني هذا الكلام الماكسيمم اعطي. لو ضربت الفي ماكس في الاي ماكس ما بعطيني الباور الحقيقي. لكن اذا ضربت الفي ار ان اس في الاي ار ان اس بعطيني الباور. اوكي؟ اذا لما بدي احكي عن باور حقيقي، لو بدي احكي عن كميه الطاقه اللي بتطلع من الصوبه لما بشكل صوبه وبحط عليها اي سي، الطاقة هاي مرتبطة بمين؟ مرتبطة بالفي ار ام اس، بقدر احسبها مباشرة. إذا كباور الفي ار ام اس مفيدة أكثر بكثير لي، زي ما الأفرج بالدي سي مفيد أكثر بكثير من البيك فاليو، ما لهش معنى البيك فاليو مينينجلس، لكن الار ام اس بيهمني أكثر. إذا احنا بنستعمل عادة الار ام اس، وهذا طبعا الارتباط بينهم. نيجي هلا هون على الريزيستنس، الريزيستنس وحدته ايش؟ الاوم. والاندكتنس وحدته على صوب هنري وحدة ال هنري. لكن انا لما بدي اجي احسب الان الامبيدنس تبع هذه الدائرة ايش لازم ادخل بعين الاعتبار؟ الامبيدنس تبعت ال والامبيدنس تبعت سي بايش بتاثروا بشكل اساسي؟ امتى ال بقاومني اكثر؟ بقاوم مرور الكرنت اكثر؟ يكون في عندنا كابستنس او اندكتنس. ماشي، عندي اندكتنس.
هذا الاندكتنس راح يمانع مرور التيار مزبوط. الممانعة تبعته هاي بقدر أعبر عنها مزبوط بقيمة. إيش هاي القيمة بتعتمد؟ يعني أنا مالي بحكي إكس إل إيش بيساوي؟ إكس إل إيش إكس؟ بأوميجا أوميجا تمام بيساوي فريكونسي. إذا مقاومة التيار أو الممانعة المرور تبعت إل بتعتمد على الفريكونسي وكاباسيتنس نفس الشيء الممانعة تبعته تعتمد كمان على الفريكونسي لكنها بشكل معكوس. كل ما زادت الفريكونسي هون شو بصير ممانعة إل بتزيد كل ما زادت الفريكونسي شو بصير ممانعة سي أو المقاومة خلينا نحكي التعبير الصحيح المقاومة. إذا إكس إل شو بتساوي؟ أوميجا إل وتساوي أيضا زد ليش أستعمل أوميجا شو لازم أعمل؟ لازم تضاف تساوي 2 باي. أجيب لك سؤال بقول لك الفريكونسي هون 50 هرتز شو الطالب بيعمل؟ بضرب 50 في إل بنسى يحط 2 باي لازم يحط 2 باي. إيش وحدة الإكس إل شو بتسميها أو الإكس شو بتسميها؟ رياكتنس أحسن. طيب الريزستر بيعتمد مقاومته على الفريكونسي؟ ما بيعتمد R independent of frequency. إذا صار عندي R بتمثل الريزستنس اللي وحدتها كمان اوم ووحدة الرياكتنس اوم تمام. إذا صار عندي هلا هون بإمكاني أنا أطلع بالإمبيدنس الإمبيدنس اللي هي الريزستنس تبعت مجموعة هذول الاثنين. الإمبيدنس كقاعدة شو بنعمل فيها زي ما بنعمل بالريزستنس إن سيريز جذر التربيع ما مظبوط بس بشكل عام لو عندي زد 1 وزد 2 ان سيريز شو بقدر أعمل في مجموعة مجموعة. إذا عندي زد هلا هون صارت تساوي R زائد عندي J أوميجا L بدي أنتبه على J معناها إنه في 90 درجة فيز شيفت ما بين الاثنين وهلا راح نحكي عن الفيزر دايجرام. إذا زد مكون من R مكون من أوميجا L. إذا بدك تفكر في بساطة J كأنها 90 درجة فيز شيفت كأنه عندي فيكتورز بس إحنا ما بنسميهم فيكتورز هم فيزرز هلا بنحكي عنهم. إذا عندي المقاومة تبعت هاي وحدتها هلا هون صار هاي اسمها إمبيدنس هذه اسمها ريزيستنس وهذه اسمها هون اللي هي إكس إل مضروبة في جي إكس إل ليش اسمها؟ ريأكتنس كلهم وحدتهم أوم ماشي واضح الآن؟ حتى أقدر أحسب الآن الكرنت في الجمهور عندي هون لازم أحسب الإمبيدنس هلا الكرنت كمان راح يكون ساينوسويدال زي الفولتج ويساوي الكرنت في الحالة هاي ايش بيساوي الكرنت كيف بحسبه؟ ال V توتال V على Z توتال هذول لازم نتذكر انهم كل هذول فيزرز هلا راح احكي ايش الفيزرز وزي هلا راح يصير في انها هلا بنحكي عنها زاوية واي زاوية حتى امثل هذول الاشياء على دايجرام بامكاني اقسم الفيزر دايجرام ساين بمر بالزيرو لما تكون في زيرو ايش بعمل؟ بمر بالزيرو فزاويته هذا كانها زيرو قديش طوله؟ طوله في ماكس في ماكس بس انا راح استعمل الار ام اس تبعه فراح اجي احط الار ام اس هون فراح اجي اقول انه هذا الفولتج طوله في ار ام اس وزاويته زاويته نيجي نطلع على بامكاني كمان امثل يعني احنا كانه عمالنا نقول لو في لحظه من اللحظات طلعنا على هدول راح نلاقي انه هدول كلهم عمالهم على نفس الفريكونسي مش اي انها نفس الفريكونسي رح تطلع لما ينتج عندي كرنت رح يطلع له فريكونسي جديده ما بقدر اخترع فريكونسي جديده رح تكون نفس الفريكونسي تبعت الفولتج لانه مين اللي سبب اي؟ الفولتج فالفولتج رح يكون له فريكونسي اللي هي اوميجا تي اوميجا اللي حطيناها هون او 2 باي اف وكمان الكرنت رح يكون بس شو الاختلاف الاساسي رح يكون بين الكرنت والفولتج؟ الزاويه الزاويه على ايش بتعتمد؟ على الاندكتنس
على زاويه الريزستنس والاندكتنس. مظبوط. اذا هلا احنا بامكاننا نمثل بدل هذول كل الناس انهم نفس الفريكونسي، بقدر افكر فيهم كانهم عمالهم بلفوا بهذا الاتجاه على سرعه اف. اف ايش وحدتها؟ هرتز. اذا كانه هذول عمالهم بلفوا حوالين هذا الدايجرام على سرعه اف هرتز. يعني اذا هذه 50 عمالهم بلفوا 50 مره بالثانيه، بس واحد منهم سابق الثاني مش هيك، او واحد متاخر عن الثاني. اللي بيقطع اللحظه اللي بيقطع فيها هذا الزيرو رح يكون هلا عندي كارنت. الكارنت رح يكون لاجينج ولا ليدينج؟ لاجينج. اندكتيف كارنت. الزاويه تبعت هذا رح تكون بوزيتيف، زاويه الامبيدنس رح تكون بوزيتيف، بس الكارنت رح يكون لاجينج. راح الاقي الكارنت ممكن يكون مثلا اذا في زاويه هون رح يكون الكارنت عندي لاجينج هذه القيمة من هون بزاوية معينة راح نسميها مثلا ف. واضح ليش لاجينج الكرنت؟ هذا متى قطع الزيرو؟ هون. متى الكرنت قطع الزيرو؟ بعد بفترة لا قطع الزيرو، إذا هو متأخر عليه. لحد 180 درجة بقدر أقول إنه هذا متأخر عليه، إذا هذا هون عندي الكرنت وهذا له أي ماكس، لكن بقدر أعبر كمان عن أي آر إم إس مش هيك؟ شو بعمل؟ كيف بطلع الأي آر إم إس؟ بقسمها على الأي آر إم إس إذا أنا في عندي كمان الآي ماكس بقدر أعبر عنه بفيزر. خلينا نشوف هلا شو بصير إذا طلعنا هون، هاي راح تكون بوزيتيف ولا نيجاتيف ال أوميجا؟ بوزيتيف. بوزيتيف وآر بوزيتيف مش هيك؟ إذا الزاوية هاي شو لازم تكون؟ بوزيتيف. بوزيتيف. إذا الفيزر هذا راح يعتمد على قيمة آر وقيمة أوميجا ال. إذا في مكان معين هون راح يكون في عندي زد. الطول تبع زد كيف بحسبه من هون؟ تمام. زين كيف نعبر عن زد المكنه تبع زد؟ ايش بحط هلا؟ بحط البي ام اس دي ار مستر بي وال لا لا كرامز، بس بدي احط هذا كرامز انه زد بدي اطلع الماجنيتود تبع زد. شو كنت تستعمل الرامز؟ خطين مش هيك؟ شو بيساوي؟ جذر الجذر الجذر التربيعي لمين؟ ار دي ار مضبوط؟ هاي صارت قيمة زد. طيب وزاوية زد كيف بعبر عن زاوية زد؟ ايش بحط؟ رمز؟ ثاني بس هون بدي لا مضبوط. هاي زاوية زد شو بتساوي؟ ثاني بس كيف بتحطوا ثاني بس؟ بتحطوه هيك ولا ارك ثاني بتحطوه هيك؟ ثاني هيك. طيب لمين؟ اوكي واضح من هاي؟ فهون حولنا احنا ايش الكوردينتس هذول بنسميهم؟ بيكونوا هيك وهيك. بكون عندي ار واوميجا ال، شو بنسمي هذا الشكل؟ ريكتانجلر ولا بولر؟ ريكتانجلر لاني حولتهم لبولر. فهذا الطول وين راح يصير؟ هي مضبوط. وهي الزاويه وينها؟ اللي هي هاي اللي اذا بدك تسميها ثيتا او فاي. ثيتا او فاي راح تكون زد. احنا قلنا هلا في مقسوم على زد. اذا اي ايش راح تكون زاويتها؟ اذا كانت زد زاويتها بوزيتيف وفي زاويتها زيرو، شو راح تكون زاويه اي؟ نيجاتيف. مش هيك؟ لانه في راح تكون عندي في ار ام اس طبعا على زاويه زيرو. مضبوط. ليش زاويه زيرو؟ ما في شيء عندي زاويه. وزد راح تكون عندي هون زد الماجنتيود والزاويه تبعتها فاي. فلما بقسم 0 على 5 شو بتطلع الزاويه الجديده؟ 0 ماينس 5 مش هيك؟ فراح تطلع معي هاي v على زد كماجنتيود على زاويه ماينس 5. وين راح يصير اذا الفيزر تبع اي؟ حسب الطول طبعا. الطول حسب قديش لما بقسم هاي على هاي فصار عندي هاي ار ام اس وهذه ماينس 5. مين اللي لاقي هلا؟ مين اللاجن مين؟ اي لاجن مضبوط. مضبوط. واذا بدك تفكر فيها تخيل لو انت عمال تتفرج من هون هذه عينك عمال تتفرج من هون هذول اعمالهم بلفوا ايش؟ كاونتر كلوك وايز على مستوى الساعه. مين بتشوف الاول؟ بتشوف فيه بعدين بتشوف. اوكي هذول مش فيكتورز. بقدر اعملهم معامله الفيكتورز، يعني لو عندي فولتج كمان فولتج كل واحد له زاويه بقدر اجمعهم زي فيكتورز، بس هم مش فيكتورز. ايش اسمهم؟ فيكتورز. وقف الفيديو.